تحية الوطن، تحية جمهورية مصر العربية الطبعة الأولى في قناة دريم، وهذا أحمد المسلماني يحييكم. السلام عليكم. ترامب وسي إن إن، حرب الأخبار الوهمية. في حرب الأيام الماضية والأسابيع الماضية، من أول الاقتراب من 100 يوم من حكم الرئيس ترامب وما بعد ال 100 يوم، بين الرئيس ترامب وفريقه من ناحية، وبين سي إن إن من ناحية أخرى. من البداية الرئيس ترامب كان بيهاجم سي إن إن، من البداية هو ميال ان يكتب على تويتر، من البداية كان بيمنع مندوب سي ان 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 هو يحضر مؤتمراته الصحفية، لانه باستمرار الاعلام، اغلب الاعلام الامريكي مع الديمقراطيين، امريكا فيها حزبين، الجمهوري الديمقراطي، اغلب الاعلام مع الحزب الديمقراطي، ولو في جزء من الاعلام مع الحزب الجمهوري لكن مش مع ترامب. فترامب من البداية مفيش مودة بينه وبين الاعلام، الإعلام ضد رئيس ترامب وهو كمان ضد الإعلام. النموذج الإعلامي الأشهر سي إن إن، فسي إن إن موقفها في رأي ترامب معادي لترامب، وتتربص سي إن إن بترامب، بمعنى لو في خبر كويس عن الرئيس ما بتقولوش سي إن إن، في خبر مش كويس عن الرئيس بتقوله سي إن إن، في تقرير إنجازات عمله الرئيس ما تزاوش سي إن إن، في تقرير عن مآسي عملها الرئيس تذيعه سي ان ان. فهو رأي فريق ترامب ان سي ان ان مستقصدة الرئيس ترامب، بتعتم على انجازاته، بتحاول ما تقولش اي شيء من اللي بيعمله عشان يجعل امريكا عظيمة، وان سي ان ان بتنشر الاكاذيب. ده كلام طاقم الرئيس ترامب، بتنشر الاكاذيب وهي زعيمة الاخبار الوهمية. تخيل بقى الجملة دي لو قالها زعيم في العالم الثالث، ولا قالها أي كاتب من أي دولة أخرى، هتبان إنها جملة صعبة جدا. تخيل بقى إن الرئيس الأمريكي اللي بيقول إن سي إن إن زعيمة الأخبار الوهمية، إذا الرئيس الأمريكي بيعاني من أخبار سي إن إن، فما بالنا من دول كتيرة جدا ممكن يكون تعامل سي إن إن معاها إزاي. في كل الأحوال هو منحها لقب أن سي إن إن هي زعيمة الأخبار الوهمية، وأنها تنشر الأكاذيب، وأنها لا تقول الحقيقة. وقال جملة مهمة جدا، قال أن سي إن إن عندها رؤية للعالم، كأنها كده السياسة الخارجية لسي إن إن، عندها رؤية للعالم، وأن سي إن إن عايزة الرئيس ترامب يمشي طبقا لرؤية المحطة للعالم، وأن ده مش هيحصل. ده جزء من السجال بين الرئيس الأمريكي ترامب في الأسابيع والأيام الماضية ومحطة سي إن إن الأمريكية الشهيرة. لكن باستمرار إذا الإعلام كله خاد موقف من الرئيس في أمريكا، بيكون موقف الرئيس صعب. ده حصل أيام الرئيس ريتشارد نيكسون، وانتهى باستقالة الرئيس نيكسون وانتصار الإعلام على الرئيس. لكن هل الرئيس ترامب ممكن يكون نيكسون 2؟ ممكن يكون نيكسون الثاني اللي هو ممكن يخسر المعركة قدام الإعلام، والإعلام يطيح به من البيت الأبيض كما أطاح من قبل بالرئيس نيكسون؟ ولا يا ترى رئيس ترامب اللي بادئ بمنتهى القوة ممكن هو اللي يعصف بمصداقية سي إن إن ومصداقية الإعلام الأمريكي؟ في كل الأحوال حضراتكم، دلوقتي السياسة بقت إعلام، والانتخابات إعلام، كل الانتخابات في أمريكا مال زائد إعلام، مفيش حاجة تالتة، لا تقول فكر ولا تقول ثقافة ولا تقول رؤى، هو كله مال وإعلام. اللي معاه مال ومعاه إعلام سهل جدا يبقى عضو الكونجرس، سهل جدا يكون الرئيس الأمريكي، إنما بدون مال وإعلام يستحيل لا توصل لكونجرس ولا توصل للبيت الأبيض. فالديمقراطية نفسها بقت في أمريكا وعموما في معظم العالم بقت عبارة عن أموال وإعلام، بتوصل أي حد بيقدر يعمل تحالف المال والإعلام، وده اللي خلى أكتر من رئيس يصل إلى البيت الأبيض بتحالف المال والإعلام. فإذا الديمقراطية نفسها بقت في أزمة، في سطوة للمال، سطوة للإعلام، وادي الاعلام دلوقتي اللي عنده هذه السطوه في امريكا بقى في صراع مع الرئيس، والرئيس بيتهم كبرى محطات العالم، تقريبا اشهر اسم في العالم سي ان ان، بان هي زعيمه الاخبار الوهميه. سي ان ان بقى
ردت عليه وقالت له ان احنا ما بننشرش الاخبار الوهميه، وان التقرير اللي انت بعته لنا عن انجازاتك في الميت يوم هو تقرير وهمي وانجازات وهميه، وانت ما عملتش حاجه اصلا علشان نذاعها في CNN. ورفضت CNN انها تذيع تقرير رئيس ترامب بمناسبه مرور 100 يوم اللي هو تقرير انجازات الرئيس ترامب في 100 يوم. رفضت CNN انها تذيعه وقالت ان دي انجازات وهميه واحنا مش هنذيع انجازات وهميه. يبقى اذا الرئيس بيقول CNN زعيمه الاخبار الوهميه، وCNN بتقول الرئيس هو زعيم الانجازات الوهميه. وصل لصراع كبير جدا جدا بين السياسه وبين الاعلام. في اوقات سابقه فاز الاعلام، هذه المره هل هتنتصر CNN على رئيس ترامب، ولا هتفقد CNN عرش المصداقيه في امريكا، ويقدر رئيس ترامب انه يسقط CNN من عليائها ويحولها الى محطه عاديه ليس لها هذا النفوذ الكبير في السياسه الامريكيه والسياسه العالميه. انها الحرب، حرب الاخبار الوهميه بين الرئيس وبين CNN. اليد الميته، ماذا ستفعل روسيا لو قامت امريكا بضربها نوويا؟ لو السؤال ايه اللي ممكن روسيا تعمله لو امريكا ضربت روسيا بالقنابل النوويه؟ طبعا الاجابه سهله، هترد روسيا تضرب امريكا بالقنابل النوويه. ده سؤال صحيح والاجابه صحيحه، او يعني السؤال منطقي والاجابه صحيحه، انه لو امريكا ضربت روسيا بالسلاح النووي روسيا هترد عليها بالسلاح النووي. لكن السؤال مش كده بالظبط، السؤال ماذا لو الشروط التاليه حصلت اللي هي اسوأ الظروف. نمره واحد، ان امريكا ضربت روسيا بالقنابل النوويه. نمره اتنين، ان امريكا دمرت مراكز نوويه كتيره جدا في روسيا في مناطق مختلفه واماكن متباينه. نمره ثلاثة، لو ان امريكا ضربت مراكز الاتصال فما يعرفش اي قائد عسكري يتصل بقائد عسكري اخر او بمرؤوسيه العسكريين، فتفقد روسيا كل وسائل الاتصال، مفيش حد اصلا عنده الفرصه او عنده وسائل اتصال علشان يكلم المسؤولين العسكريين او الضباط يديهم اوامر. ما في النهايه السلاح النووي ده عايز اوامر. في غواصه نوويه هتطلق الصاروخ النووي ازاي؟ في قاعده صواريخ نوويه باليستيه تطلق ازاي؟ لازم اوامر. اوامر من القائد الاعلى للقوات المسلحه، ثم القائد العام للقوات المسلحه، ثم رئيس الاركان، ثم قائد المنطقه، ثم كذا، يعني في ترتيب. ان مش من نفسه اللي عنده غواصه نوويه هيقدر الموقف فيضرب من الغواصه. طب انت كل ده قايم على ايه؟ على اتصال. طب لو شبكه الاتصالات دي كلها اتدمرت، مفيش حد يعرف يكلم حد، بقى الجيش كله بيتسرب نتيجه بقى ضربات نوويه. دي لو امريكا مثلا ضربت 100 او 200 قنبله نوويه على روسيا فدمرت كل شيء، فكل مراكز الاتصال اتدمرت. حتى الحقيبه النوويه اللي هي مع الرئيس هي كمان تم تحييدها او تم ضربها، ان حتى الحقيبه النوويه نفسها لا تستخدم، تم تحييدها. انه مراكز الاتصالات كلها مش موجوده. طب مين بقى هيدي الاوامر؟ هتتصرف ازاي روسيا؟ هو ده السؤال اللي هو ماذا لو ان امريكا ضربت روسيا بالسلاح النووي وتم تحييد القياده تماما وتم تدمير كل مراكز الاتصالات وتم تحييد الحقيبه النوويه، كده روسيا ما تقدرش تضرب امريكا نوويا، لان مين هيدي الاوامر؟ واللي هينفذ الاوامر ده هيتلقى اتصال ازاي اذا كان كل شيء اتدمر؟ هذا السؤال وكاتي سبوتنيك طرحته على قيادي في الحزب الشيوعي السوفيتي، شخصيه كبيره سنا وشخصيه مهمه تاريخيا. فقال لهم ان احنا وقت الاتحاد السوفيتي فكرنا في هذا الامر، وده موجود دلوقتي في روسيا بوتين زي ما كان موجود ايام الاتحاد السوفيتي. هم فكروا في ده، ماذا لو ان امريكا باغتت روسيا بضربه نوويه ساحقه ودمرت كل مراكز الاتصال، ما بقاش في حد يدي القرار في روسيا. فعندهم استراتيجيه اسمها اليد الميته. ايه بقى اليد الميته ديت؟ انه اوتوماتيك هم عاملين هذا النظام
ان من غير حد ما يتلقى اوامر، بمجرد ان روسيا تتلقى ضربه نوويه هتطلع الصواريخ النوويه من تلقاء نفسها تضرب امريكا، حتى لو انه مفيش مراكز اتصال، حتى لو مفيش اوامر من حد لحد، حتى لو مفيش قائد اعلى ولا قائد عام، حتى لو مفيش حد بيدي اوردر كجنرال للغواصه ديت او للمكان ده لاطلاق صواريخ. هي ديت استراتيجيه اليد الميته، ان روسيا تستطيع ان هي تضرب امريكا نوويا، حتى لو امريكا بدات بضربه نوويه لروسيا دمرت فيها كل وسائل الاتصال الروسيه ومراكز القياده كلها والحقيبه النوويه نفسها، تستطيع روسيا ان ترد باليد الميته. وطبعا امريكا اكيد عندها هذه الاستراتيجيه اليد الميته، وبالتالي ايه اللي بيحمي الموضوع؟ ان يد ميته قدام يد ميته، ان الاثنين سواء امريكا او روسيا يقدروا ان هم لو امريكا ضربت روسيا ترد، ولو روسيا ضربت امريكا ترد. لو تم تدمير كل مراكز القيادة برضو تقدر القوى العظمى التانية ترد. ده اللي عامل توازن الرعب وعامل استراتيجية الردع. استراتيجية الردع ان الاتنين خايفين من بعض، لانه حتى لو الطرف الاول ضرب الطرف التاني هيدمره. فده اسمه استراتيجية الردع، ان كل بلد خايفة من التانية، وده كمان اسمه توازن الرعب، ان الاتنين هيدمروا بعض، فيبقى الاتنين لازم يحترموا بعض، الاتنين ما ينجروش الى حروب. استراتيجية اليد الميتة، استراتيجية اليد الميتة كانت موجودة في الاتحاد السوفيتي، لا تزال موجودة في روسيا، موجودة في امريكا، نموذج مرعب من توازن الرعب. داعش تثير الرعب في نظام إيجار المساكن. مجلة دابق بيطلعها تنظيم داعش، عنده وكالة أنباء اسمها أعماق، عنده مجلة اسمها داعش اسمها دابق، بتطلع بعشر لغات وموجودة على الإنترنت. مجلة دابق نشرت في عددها الأخير بتحرض أعضاء وأنصار التنظيم إنهم يعملوا عمليات نوعية جديدة لقتل المستهدفين. ديلي ميل البريطانية نقلت عن مجلة دابق الداعشية ما يلي: إن التنظيم إدى تعليمات لأعضائه في أوروبا وخارج أوروبا بتكنيك جديد جدا نستخدمه. هو إيه؟ إنك تنزل على مواقع اللي فيها إيجار المساكن، في مواقع اللي عايز يأجر بيت بيخش على الموقع يشوف إيه البيوت المعروضة، فينزلوا يعملوا إعلانات على مواقع إيجار السكن، فيخش الناس فبيلاقوا الشقة دي مناسبة، بيكتبوا هم انه ده تنظيم داعش، اشترط بقى ان هو داعش، هتلاقي فيه اعلان ان في شقة اوضتين وصالة في المكان الفلاني سعرها كذا، فتروح تشوف الشقة. وهيكتبوا كمان، المجلة دابق الداعشية بتقول لأعضاء التنظيم اكتبوا كمان ان في استوديوهات، استوديو للشقة الصغيرة، ان في استوديو مناسب للطلبة عشان الطلاب يروحوا، وقدموا اسعار كويسة. اما يروح حد بقى يشوف الشقة يقفلوا بقى عليه هذا المكان، وياخدوا دول رهائن ويقتلوهم على الفور، ويقول لهم اشتروا أسلحة من أماكن بيع السلاح وخليكوا جاهزين، كل اللي يجوا يشوفوا شقق أو استوديوهات من الطلبة أو من غيرهم تقتلوهم كلهم. ده الرعب للرعب، بتنزل إعلانات عشان الناس تروح تشوف بيت تلاقي نفسها جوه هذا البيت عرضة على طول للخطف وللقتل فورا من قبل تنظيم داعش. الرعب للرعب، ان كل مكان في العالم ما يكونش امن. طب اللي جاي اجر بقى ده مسلم مش مسلم، كويس مش كويس، العلاقه ملوش علاقه، مش مهم. هو اثاره الرعب للرعب والدم للدم. ده مش معناه ان اللي مش مسلم يبقى دمه مباح، بس نقصد هو في النهايه لا يعنيه هو بيقتل مين، هو بيقتل للقتل. لا الموضوع فيه رساله ولا فيه رؤيه ولا هم عندهم تصور لدين الحنيف، انما هم رسل رعب وقتل ودمار، سواء في ديار المسلمين او كل اماكن الانسانيه. وطبعا كل شويه فكره مذهله في قدرتها على ارهاب الناس، من اول ان شاحنه ماشيه فتضرب كل الناس اللي قدامها، لغايه دلوقتي يعملوا اعلان مساكن عشان يقتلوا الناس في المساكن لما يروحوا يشوفوا الشقق. داعش الرعب للرعب لا رساله. الصين 2020 أقوى جيش في العالم.
الزعيم الصيني أعلن إن هو هيعيد هيكلة الجيش الصيني. الجيش الصيني هو أكبر جيش في العالم، إنما روسيا اليوم بتقول إنه ممكن يكون 2020 وبعد كده أقوى جيش في العالم، هو أضخم جيش عددا. إنما الجيش الصيني آلياته قديمة وتنظيمه قديم، وحتى طريقته غريبة شوية، إن ممكن يكون جنرال نفس الرتبة مع جنرال آخر، وتلاقي نفس الرتبة ده مركزه العسكري أعلى لأسباب أخرى متعلقة بالحزب أو ما إلى ذلك. وبالتالي الرئيس أو الزعيم الصيني عايز بقى يعمل هيكلة الجيش الصيني علشان يكون زي الجيوش الغربية، إنما هياخد برضه بعض المكونات التنظيمية من الجيش الروسي. في هذا الإطار الزعيم الصيني ناجح نجاح كبير جدا في ان هو يعيد هيكلة الجيش الصيني على أسس حديثة. فمثلا عمل إعادة هيكلة لكل المناطق العسكرية في الصين، وأيضا قسم الجيش إلى 84 وحدة، 84 فيلق. فالجيش كله بقى كده واضح جدا كمناطق عسكرية، واضح كوحدات أو فيالق 84 وحدة عسكرية في كل أراضي الصين. نمرة ثلاثة، إن بدأ يخفض القوات البرية في الجيش الصيني لصالح إن بيزود وبيكبر القوات الجوية والقوات البحرية، لأن هو بقى مدرك إنه سواحله وإن السلاح الجوي هيكون مهم جدا في الحرب مع أي خصم محتمل. طبعا حاطط قدامه أمريكا، فلو حارب أمريكا مش هيروح يغزو أمريكا، وبالتالي مش عايز قوات برية كتير قد ما هو عايز قوات جوية وبحرية قادرة على إصابة الأهداف لدى الخصم أو لدى العدو. وأيضا في هذه الاستراتيجية هيئة قيادة مشتركة للأركان على النمط الأمريكي، وفيها بقى نقطة جديدة مهمة جدا جدا اللي هي القوات الإلكترونية بتاعت الجيوش الحديثة، الحرب السبرانية أو الافتراضية على الإنترنت والاختراقات. دي بقت جزء من الجيوش الحديثة بتسمى القوات الإلكترونية، والحرب بتاعتها هي الحرب الإلكترونية أو الحرب السبرانية. فالجيش الصيني عامل قوات إلكترونية قوية وكثيفة علشان مواجهة التحديات الاستراتيجية الجديدة. الجيش الصيني كان زمان سمعته كجيش قوي موضع شك، لأنه سنة 1979 الصين غزت فيتنام، كانت وقتها فيتنام مشغولة في كمبوديا، ولم يؤدي الجيش الصيني المتوقع منه. سنة 79 الصين دخلت وخرجت من فيتنام، والصين قالت انها انتصرت، وفيتنام قالت انها انتصرت، والاعلام الغربي شن هجوم فظيع على الجيش الصيني وقال ان هو نمر من ورق، ان العملاق ده نمر من ورق، وانه اتهزم في فيتنام. من وقتها بقى كان الزعيم دينج شياو بينج اللي اشتغل بقوة على تحديث الجيش الصيني، لما عمل رباعية شهيرة، تحديث الزراعة، تحديث الصناعة، تحديث التعليم، تحديث الجيش، اللي خلى الصين بهذا المستوى الأسطوري اللي احنا شايفينه. الزعيم الحالي بيكمل بقى ده بتحديث الصين أو التحديث الثاني للصين على أسس ان هو جيش على النمط الغربي تنظيميا. في عملية بقى التحديث ديت الصين بتقول انها مش نمر من ورق، وان الجيش الصيني قوي جدا، وان عنده دلوقتي بيصنع صناعة محلية دلوقتي حاملة طائرات، عنده صواريخ باليستية تصل ل 11,000 كيلو، عنده أسلحة نووية، عنده مركبات عسكرية فضائية، عنده أسلحة سبرانية، يعني قادر بقوة ان هو يدخل حرب عالمية ويؤدي فيها أداء جيدا، لم يعد نمرا من ورق، ومش مجرد جسد عملاق، إنما قدرة عسكرية مذهلة. تقرير حديث لآرتي روسيا اليوم بتقول فيه إن الجيش الصيني إذا كمل بهذا المستوى ده معناه مش هيكون بس أضخم جيش في العالم، إنما قد يكون أقوى جيش في العالم. دلوقتي حضراتكم ترتيب الجيوش في العالم، أقوى جيش في العالم أمريكا، تاني أقوى جيش في العالم روسيا، تالت أقوى جيش في العالم الصين. يبقى ترتيب القوة أمريكا 1، روسيا 2،
الصين 3 القوة، إنما الحجم والضخامة رقم 1 الصين. الصين أضخم جيش في العالم، إننا بهذا التحديث قد يصبح الجيش الأقوى في العالم. إذن ثم التحديث للمناطق العسكرية، للأسلحة، للفيالق، للسلاح النووي، للسلاح السبراني، لكل شيء في الصين من أجل الاستعداد لاحتمالات حرب إقليمية كبرى أو حرب عالمية ثالثة لا قدر الله. الرئيس عبد الناصر يصافح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم صورة من التاريخ. الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي نشر صورة على إنستغرام وهو في سن 10 سنوات بيصافح الرئيس جمال عبد الناصر. كان وقتها مع والده الشيخ راشد آل مكتوم وكانوا في زيارة إلى مصر واستقبلهم الرئيس جمال عبد الناصر، وهي صورة نادرة من فيديو نادر للرئيس جمال عبد الناصر بيستقبل حاكم دبي ويستقبل نجله وحاكم دبي الآن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وهو في العاشرة من عمره. حفظ الله الجيش، حفظ الله مصر.